حدثت قصتنا هذه في قرية على ضفة أحد الأنهار القريبة من الغابة، حيث كان يعيش فلاح مع زوجته وأبنائه الثلاثة. كان الولد الكبير أقوى من حصان وذا جسم قوي، ولذلك كان الوالد يعتمد عليه في كل الأعمال التي تتطلب جهدا عضليا. كان نصف أهل القرية معجبين بقوته، أما النصف الثاني فكانوا معجبين بالولد الأوسط لأنه كان ذكيا وسريع البديهة. يبدو حملك ثقيل يا أخي. أنت ابني الحبيب والنشيط حقا، لأنك من تساعد أمك ولا تتركها تعمل وحدها. ولا تنسي أنهما يساعدان والدهما أيضا، ولذلك هما ولداي النشيطان. أما الأصغر فكان اسمه خمول، ومعنى هذا الاسم هو الشخص الكسول والبطيء، وكان يقع في المتاعب دائما. وفي يوم من الأيام قرر الكبير أن يذهب إلى الغابة ليحضر بعض الأخشاب لإصلاح السور. سأذهب إلى الغابة يا أمي. خذ معك هذا الطعام الذي أعددته لك، الخبز بالبيض والزبدة والنقانق، ومعه ماء بارد أيضا. أم رائعة وزاد لذيذ. شجرة ضخمة ولن يستطيع قطعها إلا زند قوي مثل زندي. سأبدأ العمل. توقف. الجو رائع، أليس كذلك؟ كدت أحطم رأسك بالفأس وتأتي لتقول لي إن الجو رائع؟ أنا قزم كما تراني، ولا منزل لي إلا جذع هذه الشجرة، ولذلك لا أملك مطبخا للطعام، وأنا جائع جدا، فهل تقاسمني طعامك اللذيذ؟ اسمع، إن كنت متسولا فقد أخطأت حين قصدتني. اذهب وفتش عن غيري ليطعمك. لا أحد غيرك في هذه الغابة الآن، لا تكن بخيلا، تكفيني قطعة. لن أعطيك شيئا، أنت تزعجني، فهيا اذهب من هنا. سأقطعها. ماذا أصاب هذه الفأس؟ أهي خشب أم حجر؟ لقد كسرت الفأس الثمينة. لماذا تجلس حزينا هكذا يا أخي؟ اطمئن، فأنا من سيقطع الشجرة. هذه الشجرة أشعرتني بالضعف. عزيزي، الذكاء يتغلب على كل المصاعب. سأقطع الشجرة وأقدمها إليك هدية. أعددت لك الطعام نفسه الذي قدمته إلى أخيك يوم أمس. شكرا، أنت رائعة يا أمي. نعتمد عليك. حاضر يا أبي. ذهب الأوسط إلى الغابة فظهر له القزم ثانية. اسمع يا هذا، لا أستطيع أن أعطيك من طعامي شيئا. أريد قطعة صغيرة لا أكثر يا صديقي. أنت مزعج. هيا. حسنا، سأبدأ. لماذا لا ينشر؟ تكسرت أسنانه. في اليوم التالي كان الجميع قد قالوا لخمول إنه لن يستطيع مهما فعل أن يقطع الشجرة، ولكنه ذهب إلى الغابة حاملا فأسه وطعامه متوجها إلى الشجرة. يبدو أن أخوي على حق، فهذه الشجرة كبيرة جدا وعالية جدا، وجذعها غليظ أيضا. يستحيل علي فعل ذلك. هذه الشجيرات صغيرة ويمكنني قطعها. الجو جميل هنا. نعم، الجو جميل كما تقول، وسيصبح أفضل لو أنها تهطل طعاما لذيذا، أليس كذلك يا صديقي؟ إذا أردت أن تتحقق أمانيك فتمنى شيئا معقولا أيها المحترم. أنت تقول أشياء مضحكة، ولكنني أحاول أن أقول لك إنني جائع. فهمت عليك، أنت تريد أن تأكل من طعامي، أليس كذلك يا صديقي؟ هذا غدائي ويمكننا أن نتقاسمه. أنت جاد في قولك؟ بالتأكيد،
ولكن لا تؤاخذني، فخبزي يابس لا تأكله حتى الفئران، ومائي ساخن وعكر، ولكن الجود من الموجود، وأنا أشكرك على كرمك. خبز طازج بالزبدة والعسل، نقانق أيضا، وتفاح، وماء بارد مثلج، غير معقول، صدقني لا أعرف أن أمي وضعت كل هذا. الغيوم هطلت طعاما لذيذا لأن الجو جميل. قد يكون هذا. ألا تصدق ما أقول؟ دعنا من هذا الكلام وتفضل لنأكل. حسنا يا صديقي، إلى الطعام. لقد جئت إلى الغابة لتقطع تلك الشجرة الكبيرة، أليس كذلك يا صديقي؟ نعم، لكنني اكتشفت أن قطعها مستحيل، ولذلك سأكتفي بقطع تلك الشجيرات الصغيرة. لا تقل هذا، هيا جرب قطعها الآن. إنها إوزة ذهبية. لن أذهب بهذه الإوزة إلى القرية، بل سأذهب بها إلى المدينة. نعم. من هناك؟ عابر سبيلا يبحث عن مكان يقضي فيه ليلته. هل تظن أن منزلنا فندق أيها السيد؟ أرجوك أي مكان أنام فيه حتى لو كان إسطبلا. ماذا قلت؟ أهلا وسهلا. شكرا لك. ماذا؟ يحمل إوزة ذهبية؟ يجب أن أحصل على ريشة منها. ما بك؟ ما بك يا أختي؟ لا، لا شيء يا أختي. نحن نعرفك جيدا فلا تحاول المراوغة. أظن أنك قد رأيت شيئا ثمينا، هيا أخبرينا ما هو. كفى عن الكلام الفارغ. بعد هذا اليوم المتعب سأنام في هذا الإسطبل. أرجوك يا إوزتي لا تصدري أي صوت مزعج، تصبحين على خير. أيتها الإوزة الذهبية لا تصدري أي صوت عندما أنتزع ريشك، لن أؤلمك كثيرا أنا أعدك. ماذا؟ لقد التصقت يداي بها ولا أستطيع تحريرهما. دعيها، ألم تري إوزة في حياتك؟ لا أستطيع أن أحررهما، فقد التصقتا بها بشدة، صدقني. نلت عقابك لأنك فكرت أن تأخذي شيئا لا يخصك من دون إذن. وفر نصائحك وافعل شيئا يخلصني من هذه الإوزة بسرعة. أنا آسف يا آنسة، لا أستطيع فعل شيء. إوزة ذهبية سأمسكها. عرفت من اللحظة الأولى أنك رأيت شيئا ثمينا، ستكون هذه الإوزة الذهبية ملكا لي ولك. إلى أين تذهبان وتتركانني؟ لقد أمسكنا إوزة ذهبية يا أختي. ماذا؟ ذهبية؟ سنبيعها في السوق ونقسم ثمنها، ولكن لماذا التصقت بك هكذا؟ لما يمسك بهذه الفتاة هكذا؟ انظر إليه. وفوق هذا يمشي مشية غير لائقة، ألا يخجل؟ علينا أن نعطيه درسا في التربية والأخلاق والسلوك. أجل، سنعطيه درسا يجعله مؤدبا إلى آخر عمره. هيا بنا.
لماذا تفعل هذا أيها الرجل؟ ها؟ يا إلهي، التصقت يداي. أنقذونا. ويبدو أنني التصقت أيضا. الموكب يسير بين الناس والجميع يضحك من طريقة مشيتهم التي تشبه مشية الإوزة. خمول يقودهم ولا يدري إلى أين. أيها السيد، ألم تسمع بقصة ابنة الحاكم العابسة؟ لا، ولكن إذا تكرمتما فأنا على استعداد لكي أصغي إلى قصتها منكما. لم تضحك تلك الفتاة قط منذ ولادتها وحتى هذه الساعة. وهو يبحث عمن يستطيع إضحاك ابنته لأنه يريد أن يسمع ضحكتها. وهل تظنان أنني قادر على إضحاك ابنة الحاكم العبوس؟ بهذا الموكب الذي تقوده تستطيع إضحاك كل من تصادفه. هل أنتما واثقتان؟ أنت من يستطيع ذلك، ومن يضحكها سيصبح سهرا للحاكم. إنها جائزة تستحق المغامرة. سأحاول. عابسة ولكنها لطيفة. كيف إذا أنقذتها من هذا العبوس؟ هيه أنت، هيا جاء دورك، ادخل مسابقة إنقاذ ابنة الحاكم من عبوسها. حاضر. لقد ضحكت أخيرا. أنا سعيدة جدا يا أبي. نجحت، جعلتها تضحك من قلبها. أنا مسرور جدا حتى لو لم أكافأ. يبدو بليدا ولا أريد أن يكون مثله صهرا لي، ولكنه الفائز، كيف سأمنع ذلك؟ أبي، إنه فتى ظريف استطاع أن يضحكني ويخرجني من حالة الكآبة، وأنا موافقة على الزواج منه. ماذا تقولين؟ أليس من سمات العدل المحافظة على الوعد يا أبي؟ لكنه بليد، وإذا أراد الزواج بك فلا بد له أن يخضع لاختبار آخر يثبت فيه أنه نشيط ومجتهد ليكون أهلا للزواج بابنة الحبيبة. هذه براميل عصير الرمان، عليك أن تفتش عن شخص يشرب هذه البراميل في يوم واحد. ولكن ما تطلبه مستحيل يا أبي. هذا هو شرطي لإتمام الزواج. كان طلب الحاكم مستحيلا لأنه لا يريد أن يكون خمول صهرا له، لكن خمول قبل التحدي ليثبت أنه ليس كسولا، ولذلك ذهب من دون أن ينتبه إلى الغابة التي قابل فيها القزم، لعله يجد حلا لهذا الشرط الذي وضعه الحاكم ليمتحن نشاطه وذكاءه. وفي الغابة حدث له شيء لم يكن في حسبانه. مرحبا أيها الشاب. أهلا بك. أنا عطشان، هل أجد معك شربة ماء صغيرة أروي بها عطشي؟ بكل سرور، لدي قليل من الماء، تستطيع أن تشرب منه ما تريد. ماذا؟ هذا وحسب؟ أنت تضحكني مع كرمك، فأنا أحتاج إلى بحيرة كاملة، فهمت؟ ماذا؟ أقلت إنك تحتاج إلى بحيرة كاملة لكي تروي عطشك؟ إذن الحل عندي، ما أسعدني. تعال معي يا سيدي وستشرب من عصير الرمان حتى ترتوي.
اتفقنا، هيا بنا. غريب جدا، بالمستحيل. يبدو أنه عطشان جدا، أليس كذلك يا سيدي؟ نعم عطشان. ذهب العطش، لكنني أستطيع شرب المزيد. لقد شربتها كلها، شكرا لك. عفوا، على كل الأحوال أنا في الخدمة متى أردتم، والآن أستأذنكم بالانصراف. إلى اللقاء. أنقذك صديقك الرائع من ورطتك يا خمول. هذا صحيح، لم يبقى إلا أن يفي سيدي الحاكم بوعده، لكن ليس قبل أن تحقق شرطي الثاني. ماذا قلت؟ هل لديك شرط آخر؟ ولكنك قلت. اسمع، عليك أن تحضر لي رجلا يستطيع أن يأكل خبزا عن 1000 رجل في يوم واحد، وبعد تحقيق هذا نتحدث عن الزواج. ولكن يا أبي. لا تتدخلي في هذا الأمر. حسنا يا سيدي، سترى أن خمول لديه الحل لكل ما تطلبه. أيها الشاب، هل لديك ما أكله؟ فمعدتي فارغة منذ أيام وأنا جائع جدا. وماذا تستطيع أن تأكل؟ أستطيع أن أكل 100 بقرة و100 جمل و100 كبش. أنت واثق بأنك قادر على أكل هذا؟ وأستطيع أن أكل الخبز المخصص 1000 رجل. بكل سعادة يا سيدي، الحق بي وستأكل حتى تنفجر. هيا بنا. من يستطيع أن يأكل هذا الجبل من الخبز يا أبي؟ تستطيع أن تباشر طعامك. لن يستطيع أكلها مهما حاول يا خمول. لم يتكلم الرجل النحيل كلمة واحدة، بل كان يلتهم أكياس الخبز بشراهة لا مثيل لها. كان تل الخبز يقل ويقل ويقل حتى انتهى بعد ساعة. ألديكم مزيد من الطعام؟ لأنك استطعت أن تحقق شرط أبي. وأنا أيضا، ولكن لا أدري لماذا أنا خائفة يا خمول. لا تخافي، انتظر يا خمول. إذا أردت الزواج عليك أن تفعل شيئا آخر. ألم ننتهي بعد؟ وهل هناك شرط آخر يا أبي؟ نعم، عليك أن تحضر لي عربة. عربة ماذا يا سيدي؟ عربة تجري على الأرض مثل الحصان وتسبح في الماء مثل السفينة. طلب سهل. إذا كان هذا الطلب سهلا، فما ذلك الطلب الصعب إذن؟ أرجوك يا أبي، كف عن هذه الطلبات الغريبة، أرجوك. ماذا قلت؟ سيدي، إذا حققت لك هذا الشرط، فهل تعدني بأنك لن تطلب شيئا آخر؟ أعدك بذلك، ولكن عليك أن تحضر العربة صباح الغد، إن تأخرت. حسنا، قبلت بهذا. ماذا سأفعل الآن؟ كيف سأتصرف؟ يا إلهي. ما بك؟ لست على ما يرام. ماذا ستطلب هذه المرة؟ هذه المرة؟ أتقصد أنك أنت من ساعدني على تنفيذ شروط الحاكم؟ نعم، والآن قل لي أيها الشاب الطيب، ماذا طلب منك الحاكم هذه المرة؟ وهل تعرف الحاكم أيضا؟ أعرفه. لقد طلب مني طلبا غريبا جدا، وهو أن أحضر له عربة تجري على الأرض مثل الحصان وتسبح مثل السفينة. ولماذا أنا صديقك إذن؟ يا إلهي، لقد نجح ذلك الشاب. في هذه المرة أيضا استطاع خمول أن ينجح في تحقيق طلب الحاكم المستحيل، وبفضل ذلك القزم. كان فتى كسولا غير مبال، ولكنه صار نشيطا ومجتهدا. أستطيع أن أزوجه بابنتي وأنا مطمئن.
تم العرس أخيرا، وقضى خمول وعروسه أيامهما الأولى في المركبة التي تجري على الأرض كالحصان وتسبح في الماء كالسفينة، وكانا في منتهى السعادة. عزيزي انظر هناك. هل ترين تلك الغابة الجميلة الخضراء؟ نعم إنها رائعة. رائعة جدا، لأنها مصدر سعادتي، فعندما أكون في مأزق أذهب إليها، وهناك أجد حلا لا يخطر على بال. لقد وجدت الإوزة الذهبية في تلك الغابة. حدثت تلك الأشياء الرائعة لأنه كان كريم. عندما تقابلنا أول مرة شاركني في طعامه، فألزمني أن أرد الجميل بجميل أكبر منه، لأن من يزرع الشوك لا يحصد إلا الشوك، ومن يزرع الورد يحصد الورد. الحلقة القادمة ستشاهدون حكاية النعجة والخراف السبعة. ترى ما عقوبة من لا يحافظ على وعده لأمه، كيف سيكون مصيره، وما سيلاقيه من الرعب والخوف عندما لا يستمع إلى كلامها. تابعونا في الحلقة القادمة حتى تعرفوا هذه الحكاية كاملة. فإلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.